قصف مدفعي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. الدخان الأسود يتصاعد من جراء إحراق أشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية. الدخان الأسود يتصاعد. القصف من حاجز دير محردة 23/6/2013. الدخان يتصاعد في السماء. قصف من حاجز دير محردي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي 23/6/2013. إحراق للمحاصيل الزراعية لأشجار الزيتون. إحراق للأخضر واليابس. ثلاثة وعشرين ستة 2013. الدخان يتصاعد في السماء.